اسمع طبعا محمصه رخ قهوه المناخه محمصه بنفس يا عيال اجي يسوون قهواتهم يحمصونها هم زين ويبيعون منتجات مستورده شاري الله طبعا كان سعودي المناخه معروفه بالجوده وعندكم اهم شيء قهوه مفاز زين الامريكيه جوده عاليه من تحميصهم هم الله زين اي دكتور الحين بنبغى ندور والحين طبعا يا طويل العمر الكرتون هاي تيجي فيها ثمن اظرف نفس هذه الله الحين لا من رحت الكافي ولا هذا تبي تاخذ الكوب ب 10 ولا 15 صح ما في ب 20 وب 20 بعضهم هذه قهوه مختصه وفي قهوه كولومبيه تضع معها الحليب بعد اوه إيه؟ حلو انت تسويها بنفسك نفس القهوين الحين هذه فيها ثمن اظرف يعني لو حسبناها من 10 تطلع ب 80 ريال صح انزين فهذه يا طويل العمر ب 45 ريال الله وفي يا طويل العمر كود خصم انزين دبليو 12 يخصم لك 10% والله يشكرك الله عليك والله يشكرك اللهم يا طويل العمر تفتح الظرف هذا دقيقه بسك تحتاج قمع وتحتاج قزاز وتحتاج فلتر وتحتاج لا 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 هذه فلترها فيها وكل شيء اللهم لك يا طويل العمر على الكوب تحطها اي بس تفتحها زي كذا حلو وفيها ومعها اكواب ترى يجي النفس كذا وتحطها حلو حلو هي نفس المقطره اللهم انك بس تحط مي الله تحط مي يا بعدي اي تحط مي حار زين درجته عاليه تصبها شوي شوي الله عليك يا سلمان يا ريحتها ريحتها كذا ريحتها فاحت وذوق يا شباب ترى اللي ذايقنها بيعرف ذوق انا دقت همس ذوقها طبعا تصبها شوي شوي لين اول شيء اللي مو براعي قهوه لا يشرب خلونا احنا نقيم صح يا رجال جيت اصلح قهوتي قال لا تعال نفس قهوتك عندي بدون ما تتعب ولا تروح تطحن قهوه ولا تروح تسوي فلتر وقمع ومدري وش وفلترها فيها بيض الله وجهك هذه في السفر تنفع في الطلعات في السفر وانت طالع مستعجل كشتات بعد اي مستعجل خذ لك ظرف وروح في المكتب بالدوام اي الدوام جيتك هنا عشان السمعه ما شاء الله لا المناخ ترى اتمنى جابتك الريحه ريحه القهوه فاتمنى انك تعطيني مول واحد عشان اجرب انا ذائقه في القهوه انا ردني على القهوه ابو كحيلان عنده بعد لوحات حلوه جميله في اكواب يا ابو خليني باخذ كوبي هو كوبي يلا طيب دقيقه في اكواب ثانيه نصب على ربع كذا في قلاصات يمكن هني يمكن والله اعلم ليه بس ندوق بس خلصت القهوه خلاص بس طبعا اصنع قهوتك وانت بنفسك وانت ما تقول يا فلان وتاخر عند طلبة اخاك يا حبيبي بس مويه حاره وركب و10% خصم بعد احمد ربك 10% اي 10% خصم خلاص عادي واحد يا بطل تحلل تحلل لا عاد خلها ثقيله نبغاها كذا عشان تمخمخ هذا اكيد بيمتل الكوب طيب نروح لا بس انا بشوفك ما تزود اعطيه ذاك ما بيتزود ما بيتزود الحين خلها تخدر بس هاك اعطني اياه ما في ماء ولا خلاص الماء اعطني اياه لاني عندي شغل بس شوي الوقت تعرف وقتي ضيق طال عمرك خلا السفير خلا هذا السفير وسيد المزاد وانت لا يطول عمرك الله اللي بطلع برايم وكذا يعني انت عدد اللوح حقنا ما انا قاعد اتجه اعطيتك ورقه هنا لا ما اعطيتك انا ودنا نشوفك حيلان يا عيال صبوا لي في حاجه اعطوني لو شوي بس طيب وصاحب القهوه طيب بذوق يا عيال صبوا له معكم شوي احمد بالله يخليك معك حيلان خلي يقدم منتجه تكفى انا ينادوني يناديني ذا عبد الرحمن اسمع حضرني هذا مرة النار. لا ما نذقها. أصبر. لا ما نبعطيك. والله يعني ما أحب أحد أشرب بعده. خلاص. خب أزيب كوب. طيب للأمانة. خلاص يا سلمان. تدري إني برا ما أشرب إلا ذي القهوة. قريب من دفور.
هذا 15% دبل 11 ما شاء الله لا برا لك ولا تجي دعم اسمع انا اطلبها كذا على طول دقيقه ها سلمى ما يبي هو لا لا امدعك لا الله يحرم الوجه هو مو والله طلب يوم الواحد والله والديك والله طلب لا لا ما تبي يا عيال دقيقه ما احب بعدك بعدي القهوه السوداء مقصوره تراها انا مو اللي فيها مراره حيل المقصوره هذه بقول لكم شيء انا راعي قهوه سوداء يمكن اكثر من سنتين يوميا بشكل يومي تمام اللي هي في 60 القهوة هذه نفس القهوة اللي عندي وأسرع وأفضل ويعني هذيك لازم تروح تطحن كم جرام وتسوي وزن وتسوي مدري وشو بعدين تحط القمع وتحط ذا عرفت هذه سريعة بس أنا كان ودي إنك ما زودت الموية أنا أحبها ثقيلة عرفت هي مسألة ذوقية بعضهم يحب أنها خفيفة أقسم بالله أن الطعم على كيف كيفك وأبغى من كرتون يا أخي تبغى هدية ولا شرنة لا لا هدية والله أبشر موجود موجود حبيبي يا جماعه